يا أيها القرآن هاك تحية من عارف لهداك إذ يتأدب جوات أيامي فرتل صوتها حمدان وتسبيحان به أتقارب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أحبتي المشاهدين أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة إن شاء الله من برنامجكم الروح والريحان في تعلم قراءة القرآن، وهذه الحلقات اليومية الخاصة بشهر رمضان المبارك. السلام عليك يا سيدي يا مولاي أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي أناخت برحلك، وعلى أولادك وعلى أصحابك وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك زينب الكبرى أم المصائب. السلام عليك يا مولاي يا قائم آل محمد، اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، آمين رب العالمين. حياكم الله مرة أخرى أحبتي المشاهدين، ونلتقي وإياكم على مائدة القرآن على هذا المعين الذي لا ينضب، ونحن نستلهم الدروس والعبر، وخصوصا في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اختص هذا الشهر بنزول القرآن وكرامة القرآن، وهو الشهر شهر الله، هذا الشهر شهر الله، دعيتم فيه إلى ضيافة الله كما جاء في مضمون خطبة الرسول الأعظم في استقبال هذا الشهر المبارك. اليوم على بركة الله نبدأ ونقرأ من سورة الإخلاص، نبدأ ونقرأ من سورة الإخلاص إن شاء الله، سورة التوحيد. نقرأ على مسامعكم إن شاء الله، ونكون بخدمتكم لتلقي اتصالاتكم ومشاركاتكم التي على الأرقام التي سوف تظهر أسفل الشاشة إن شاء الله بعد التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أحبتي المشاهدين، هذه السورة سورة التوحيد، قد قرأناها وتلوناها على مسامعكم قبل لحظات، ولا يفوتنا أن نعزي أنفسنا ونعزي العالم الإسلامي ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء باقتراب وفاة الصديقة الطاهرة التي ساندت ووقفت مع الرسول الأعظم السيدة خديجة أم المؤمنين، أم الفاطمة، أم الزهراء فاطمة سلام الله عليها، وتكون الوفاة يوم غد إن شاء الله تعالى. فنسأل الله أن نكون إن شاء الله من الذين يسيرون على نهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما سارت هذه السيدة الطاهرة خديجة الكبرى سلام الله عليها. نأخذ أول اتصال من أم عباس من البصرة. سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام أخي، نعزيكم بمصاب سيدتنا خديجة عليه السلام. أحسنتم، أحسن الله لكم العزاء. اتفضلوا حجي. أخي أنا فزت وياكم يعني مو بهذا البرنامج، برنامج العصر يتبع الشعب الستة، ما يحضرني اسمه، فيقولون البارحة اتصلتوا بي وقالوا يعني قال لي تردين الجائزة. نعم. قدرون لعد إذا عندكم برنامج آخر تقدرون يعني تحت الهواء بالكنترول تقدرون تكملون، لا تقطعون الاتصال، تكونوا ويا الأخوة بالكنترول، يكونوا بخدمتكم إن شاء الله.
حياكم الله عباس. يا اهلا وسهلا. سورة الإخلاص سورة التوحيد، تركز من اسمها تركز على توحيد الله عز وجل في 4 آيات قصار تصف التوحيد بشكل جامع لا يحتاج إلى أي إضافة. سبب النزول روايات كثيرة، يعني روي عن الصادق عليه السلام صادق العترة أن اليهود سألوا رسول الله فقالوا انسب لنا ربك، فلبث 3 لا يجيبهم، ثم نزلت قل هو الله أحد إلى آخرها. هاي رواية. وقيل أن السائل عبد الله اليهودي اللي هو سأل، وقيل أنه عبد الله بن سلام سأل رسول الله ذلك بمكة ثم آمن وكتم إيمانه. هذه يعني للاستعراض نستعرضها. وقيل أن نصارى نجران هم الذين سألوا النبي ذلك، وبالتالي ما كفد تزاحم ما بين الروايات، بالعكس قد يكون هؤلاء كلهم سألوا النبي، يعني كلهم كان السؤال، وبالتالي صار دليل ونزلت هذه، صار سبب عفوا ونزلت هذه الآيات القصار 4 في سورة الإخلاص أو سورة التوحيد. فضيلة السورة كثيرة، هي فضائل هذه يعني فضيلة السورة من بين سور القرآن. قبل لا نتكلم بفضيلة من الفضائل ناخذ الأخت ضحى من البصرة. سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. ممكن أقرأ من سورة المزمل؟ من سورة المزمل ماكو مشكلة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نعم. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك. ضحى تسمعيني عفوا؟ هذه الراء في كلمة واذكر ليست ساكنة، إيه مكسورة. مكسورة يعني واذكري. نعم. واذكر اسم ربك مو واذكر. نعم. اسمه. نعم. نعم. يلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم أخو الضحى، موفقين إن شاء الله لكل خير وفي ميزان أعمالكم. نأخذ اتصال آخر من الأخت مريم من الديوانية. سلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضل أخت مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. أحسنتم، موفقين إن شاء الله لكل خير، نسألكم الدعاء. نعم. نجي إلى الرواية الأولى في فضيلة سورة التوحيد سورة الإخلاص. روي عن الرسول الأعظم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قيل: يا رسول الله، ومن يطيق ذلك؟ قال: اقرأوا قل هو الله أحد. إذن من خلال هذه الرواية نستفيد أن سورة التوحيد تعادل ثلث القرآن،
ورواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام صادق العترة قال إن رسول الله صلى على سعد بن معاذ فلما صلى عليه قال لقد وافى من الملائكة 70,000 ملك وفيهم جبرائيل يصلون عليه فقلت يا جبرائيل بما استحق صلاتهم عليه قال بقراءة قل هو الله أحد قاعدا وقائما وراكبا وماشيا وذاهبا وجائئا. هذه دليل على فضيلة السورة أن هؤلاء الذين صلوا على سعد بن معاذ بهذا الكم الهائل من الملائكة فضيلة وإكراما لأنه كان عندما يجلس ويقوم ويقعد ويمشي ويركب كان يقرأ سورة التوحيد، فهذا دليل على فضيلة كبيرة لهذه السورة من بين سور القرآن الكريم. رواية عن الصادق صادق العترة سلام الله عليه أيضا قال من مضى به يوم واحد فصلى فيه 5 صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له يا عبد الله لست من المصلين. شوفوا يعني شوفوا العظمة والفضيلة اللي تحملها هذه السورة. يعني أنا شخصيا دائما يعني أقرأ سورة التوحيد، قصار السور الحمد لله حافظ من عندهن، ولكن يعني كل ما أبدي بالرب الركعة الأولى بالسورة قصيرة لابد أن أكون الركعة الثانية أو الركعة الأولى أو الركعتين نفسهن بها سورة التوحيد. الحمد لله يعني هذه دليل على أنه لا تترك هذه السورة بقراءتها بالصلوات 5 المفروضة. الأخ علي من ذيقار، سلام عليكم يا علي. السلام عليكم سيد الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضلوا أبو حسين. نعم سورة التوحيد أحسن. سورة التوحيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. لا تقطعها علي. لم يلد ولم يولد. نعم. ولم يكن له كفوا أحد. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا علي، موفق إن شاء الله لكل خير، نسألك الدعاء. نعم. هذه الأرواية التي ذكرناها قبل هذا الاتصال عن الصادق عليه السلام عن صادق العترة بخصوص أنه من مضى به يوم ولم يقرأ قل هو الله أحد بإحدى صلواته 5 المفروضة قيل له يا عبد الله لست من المصلين، هذا من باب شنو؟ من باب فضيلة السورة وعظمة السورة ألا تترك على أقل تقدير في صلاة واحدة. هنا رواية أخرى عن الرسول الأعظم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه رواية مروية عن الرسول الأعظم قول الرسول فلا يدع أن يقرأ في دبر أو في دبر الفريضة بقل هو الله أحد. فلا يدع يعني تقول الرواية أنه لابد أن نقرأ شنو؟ سورة التوحيد في عقب كل آية أو في دبر كل آية من في دبر كل صلاة أو في دبر كل فريضة بقل هو الله أحد نقرأها بعدها. نأخذ أبو محمد من البصرة، السلام عليكم يا أبو محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولاي الله يتفضل طاعتكم صيامكم إن شاء الله. قبل الله أعمالك إن شاء الله. حياك الله يا أبو محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله
محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. أحسنت يا أبو محمد، موفق إن شاء الله، نسألك الدعاء. حياك الله. هذه الروايات يعني دائما احنا نميل الى ان نقول ما مضمون الروايات ننقله حتى لا نقع في خطأ في اشتباه النقل بالنص. ناخذ اتصال من ابو اسد من النجف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حياكم الله. ابو اسد لو اسد 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 جعلك الله ان شاء الله. اشكرك طيب. من المصلين المخلصين. تفضل يا ابو اسد حبيبي. يعني ممكن سؤال بسيط؟ سؤال بسيط تفضل. هي بالقرآنيات مشهور. نعم. يعني عادي آية السورة هاي عن غير آية الدكتور واحد. صوتك أبد مواضح أبو أسد حبيبي. داخلك عادي أصلي يعني السورة غير قلوا الله. اي عادي عادي، لا ماكو مشكلة، بس يعني للتأكيد على فضيلة السورة هكذا تنقل الرواية. لا يستفاد، شوف عفوا بس احنا ما ندخل بشي قضية فقهية، ولكن لا يستفاد منها انه فرض واجب قراءة سورة التوحيد في الصلاة. نعم. اي هاي الرواية لا يستفاد عندها هكذا. لا 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 لا، شوف عندنا بالرسائل العملية رسائل علماء الافاضل لابد ان تطلع على رسالة المقلد اللي انت تقلده وتشوف انه الفلق والناس تنقري مثلا بهذا الدمج، يعني ما تنقري سورة الفلق وحدها ومع ذلك عندك سورة من؟ سورة اي سورة الفيل ايضا ما تنقري وحدها، لابد شنو تنقري بعدها سورة قريش. احسنت احسنت. اي اكو بعض السور لابد ان تنقري شنو مدمجة. هذا حكم شرعي ان شاء الله. اكو برنامج يا الحكم عليها الشرعي يعني صور المجمل جميل يعني. لا لا قل هو الله احد تقرا وحدها ما وياها ايه تدمج. نعم اي ورفاقه. اما انت اشرت الى انه نقرا الناس وحدها ثاني صار الكلام بهذا الحكم الشرعي. انا ما افتي لك ولكن هكذا هي الحكم الشرعي انه الفلق مع الناس تنقري. واضح ان شاء الله ابو اسد؟ الظاهر انقطع الاتصال يا ابو اسد واحنا الوقت شارف على الانتهاء. موفق ان شاء الله. اتمنى من ابو اسد انه يراجع رسائل العملية ويتأكد ويطمئن بخصوص لانه بعض السور ما تنقرى منفردة. مثلا عندك الفيل وقريش لازم تنقرى شنو بدمج، يعني لازم اذا قرأت الفيل سورة الفيل لابد ان تقرأ معاها شنو سورة قريش، والفلق الناس كذلك. عموما سورة الإخلاص فيها أحكام شرعية، قل عفوا فيها أحكام تجويدية، يعني أخذنا الكلام بالأحكام الشرعية لسنا بمقام الفتوى ولا نقل أصلا، يعني هذا الكلام إلي موجه، ما 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 يعني ما أبرئ الذمة لأن واحد يأخذ الحكم الشرعي من عندي، ما العلاقة، حتى أكون مبرئ للذمة أمام الله ما العلاقة بنقل حكم شرعي. هذا إن شاء الله خلصنا من عنده. أحكام تجويدية، قل هو الله أحد، هذه القلقلة صفة موجودة بالحرف الساكن الخمسة قطب جد، فالدال من ضمن هذه الحروف الخمسة، أحد إذا كان ساكن نقف عليها يعني إذا نقف عليها فلابد أن نقف عليها بالسكون، فإذا وقفنا عليها بالسكون لابد أن نأتي بالقلقلة صفة القلقلة. قل هو الله أحد الله الصمد. سئل أو ما هو الصمد، فقال جوابه بالآية التي بعدها لم يلد ولم يولد. الصمد تعني لم يلد ولم يولد، جوابها قرآني، واضح إن شاء الله. والآية الأخيرة ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، كفوا أحد مو كفؤا، هذه قراءات ولكن قراءة الموجودة كفوا كفوا هكذا تقرأ. الأخ الضحى عندها ملاحظات. تحريك الساكن والمغربي، رب المشرق والمغربي، والمغ
تحركت الغين لابد أن تكون ساكنة تحافظ على سكونها. الأخت مريم ولم يكن له كفوا أحد، تقريبا شددت الحاء، ما نقول أحد، لا أحد أحد، هكذا تلفاظ. أحبتي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نسأل الله أن نكون نافعين لكم بعون الله تعالى. أسألكم الدعاء لي والوالدي، أرجوكم ألا تنسون الدعاء. إن شاء الله نلتقيكم في اليوم المقبل بعون الله تعالى، وأمسية رمضانية طيبة مع القرآن الكريم، وفي شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نهدي ثواب ما قرأنا وما تلونا إلى أرواح الشهداء والموتى الذين نخصهم بهذه الهدية، والجرحى والمرضى بنية الشفاء، لا يوم غد الساعة 9:30، إلى ذلك الحين في أمان الله. يا أيها القرآن هاك تحية من عارف لهداك إذ يتأدب، جوات أيامي فرتل صوتها حمدا وتسبيحا به أتقارب.